اليوم بيجي يكون عن قفازات بالسلايم أو سلايم جلوفز تشالنج. فقبل ما نبلش الفيديو لا تنسى اللايك والسبسكرايب والكومنت والشير والإشعارات ويلا نبلش. فكرة التحدي إنه رح نستعمل هذا الفيديو مع عجلة الحظ. فشو هيكون الفيديو عبارة عن؟ إنه أول شي رح يكون في جلوفز، بس أنا هاي المكونات كلها بتكون جوا الجلوفز، وكل واحدة مننا عندها خمس لفات. وإذا ما ضبط السلايم مثلا تبعنا حنضبطه بعد ما نجيكم إياه كيف هو ضبط. إذا ما ضبط فخلينا نبلش الفيديو. فهل رح نعمل حجرة أو رقم قص مرة واحدة تشوف مين حيبلش بلف العجلة؟ حجرة ورقم قص. أنا هبلش. متحمسة كم من هون عشان جرين جلو طلع لي جلو أخضر. جلو أخضر قصدك؟ Thank you.
اصبر بدلنا بعد المبتل. انا ما بدي ابدل بصراحه. اوكي بدلنا خلاص. وان يا مقرانة بنطلوني الجديد. خذي محل رموتكم يا شعب بنطلوني الجديد. اعطيني لون الماس. لون الماس بلو بولز. ايوه هلا راح اعطيك بس عندي بلو بولز. بلو بولز حاطه كله صوني. عيني عكيده كلها. يعني دي اللي تحطي الجلو كله ولا مصر؟ افتحيهم كلهم عشان يوم حاجه صح شو كده. الاول بعدين الفنجان. مش لازم حبه الضوء ان شاء الله. بحب التاج. هلا دوري في عيطة. ليش ضلت؟ بلو جلتر. بلو جلتر ايوه. طبعا كمان يكون لي كمان في يكون لي. هذا بلاش ما بدي يطلع سويتش اب. بس وين بده يطلع سويتش اب؟ غير بسر. ما تحطيش كله كوبي بايع بس ضل اصفر. اذا ما ضل اصفر هذا ضل. اوكي خلاص ما في شيء يتعبى. كيف بدك تحط قليل والشريف يطلع لك؟ يلا وان خمسين برونز. طب حطي الخير هذيك تحت هي كوبي. اوكي ثانك يو. يلا يا ميرسي. نور الريان. نوري؟ ايوه ما في حاجة. واتر يعني زيادة بهوسة على الجلو. حط لي واتر. مش شرط تحطي كله. ستايل كان يرفع عصر يا مي. يلا طب بصي اصغر 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 عبر اصغر من النص يقصك. لا ما حطوا كل حبايبي والله. ما تدري عم بقول لك اصغر اصغر. حطيه كله كله كله. اصعب خليها هي روح انتي. من اصعب روح انتي. كله لازم تحاولي. كمان 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 كمان. دورك. ما بدي سويتش اب يا ربي. ما بدي سويتش اب. يا يلا يلا اوكي يلا بلو. ما في ينبلع والله ما في. هلا طلع الجلو الاصفر وراح يخرب علينا المنظر مع انه هو حلو بس لازم ينخلط. طب اسمه لسه في اصبع فوق. مو صار وقت مثل انا راسي انا قطع من هون ريان. شعري ولكن حطيتي دوري. اوتش بيرسيل. اوكي هلا فينا احط بس ما حطيتي. عم حخلطه لسه خلاص. عم حخلطه ايه رمان خلص صح. ليه هون حطيها جلتر وبالهولز. بسم الله الرحمن الرحيم. هاي جيت البولز. خلص لك تاخير اللي قصيها سيام. حاضر فيه برعب. هو ما بتخاف من افلام رعب؟ نعم شفتي ريان؟ لو ما بتحبي افلام رعب سألتوا على الانستغرام اللي بتحبوا افلام الرعب راح يستوي. كمل كمل يعني. حطيت اسمه واحد الله.
جيمز. هلا دوري بعد ما حطت الكرات اللي انا اخر شيء ووتر انا خلصت ما في اضيف شيء من اللي عندي اياه عشان انا وعن جد انا تبعي من المزه وطلع كثير حلو بس شكله ما حبيته صراحه. انا كمان كثير كثير ما حبيته. لا كثير كثير ما حلو. ايوه شوفوا كثير حلو شوفوا. انا تبعي طالع شوي اكثر كثير لانه انا جايب كثير 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 مع الكلير. بقول لكم الحقيقه انا حسيت انه تبعي من المزه احلى من تعبان. انا هي برايي احلى. كل واحد انتم مين بتقولوا احلى؟ انا ولا روال؟ هذا ولا ها دي اسمه. فهكذا باليوم ان شاء الله تكونوا استمتعتوا وحبيتوا الفيديو. اذا حبيتوا لا تنسوا اللايك والسبسكرايب.